إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا شَاهَدَ الشَّمْسَ قَدْ أَخْفَتْ أَشِعَّتَهَا وَحِجَابُ الْهَيْكَلِ انشَقَّ لِمَوْتِ الْمُخَلِّصِ دَنَا مِنْ بِلَاطُسَ وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ قَائِلًا أَعْطِنِي هَذَا الْغَرِيبَ الَّذِي مُنْذُ طُفُولَتِهِ تغرب كغريب أعطني هذا الغريب لكي أواريه في لحد الذي لما رأته أمه ميتا صرخت يا ابني وإلهي ولئن كانت جوانحي تتجرح وكبدي تتمزق عندما أنظرك ميتا لكن بما أني واثقة بقيامتك أعظمك في قبر وضعت يا يسوع الحياة تحيرت جنود الملائكة الذين مشهدوا تنازلا إياك نعظم يا يسوع يا يسوع الحياة
تشهد تنازل.